بيع أيضا بيع لحم بحيوان، لبيع لحم بحيوان. مثل أفرض أنك فرضا أن طالع مع أصحابك رايحين مكة، وبعدين مريت على عمك مثلا في المزاحمية تسلم عليه وحلف عليك تتغدون عندي، وقلت ما نقدر وطلعت، فهو من شدة الكرم أخذ له تيس وركبه في السيارة في الخلف، قال هذا غداكم، وأنتم يعني مشقة توقفون وتذبحون التيس وتصرخون وتطبخون قصة يعني. فوقفتم في محل مطبخ، طيب، وقلت له نبغى منك ذبيحة، قال لكم الذبيحة يعني مفطح بنتغدى، أنتم مثلا 10 بنتغدى على هالمفطح، فقال لك ادفعوا مثلا 700 ريال ولا 600 ريال أو كذا. فقلت طيب خذ، احنا نبغى منك تيس مندي، خذ هالتيس هذا الحي وعطنا التيس المندي، واحنا نتنازل عن مثلا جزء من التيس، يعني لا تعطينا التيس كامل، عطنا مثلا الجنوب ولا الظهر ولا كذا، اتفقتوا معه يعني على شيء معين، لكنكم بعتوه، اشتريتم لحما بي 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 بحيوان، هل هذا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن بيع اللحم بالحيوان. طيب إذا ماذا نفعل؟ احنا تورطنا بهالتيس اللي معنا، ماذا نفعل؟ الذي تفعله هو أنك تبيعه التيس وتشتري بالمال لحما. يقول له طيب كم تشتري منها التيس؟ قال لا أنا ما أبغى أشتري، أنا عندنا أصلا مزرعة أو عندنا حوش مليان. طيب أنت العادة تشتريه ب500، احنا بنبيعك إياه ب400، فكنا منه بس. فأعطاك ال400، فقلت له أعطنا بهال400 كذا، هذا جائز. فلا يجوز التبادل لحم بحيوان، هذا لا يجوز، إنما الجائز أن تبيع مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بلالا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر، فأعجبه التمر فقال كل تمر خيبر هكذا، فقال لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني نأتي بتمر رديء صاعين أو ثلاثة آصع ونشتري صاع واحد نبادلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، بيع الجمعة بالدراهم، الثلاثة آصع اللي عندك بعها، ثم اشتري بالدراهم جنيبا، اشتر النوع الجيد اللي تريده، لا تبادل تمر بتمر. فكذلك هنا لا تبادل لحما بحيوان، لكن بع الحيوان واشتري اللحم. من البيوع أيضا في بيع الإماء أو العبيد المماليك، بيع الأم دون ولدها، أو بيع الولد دون أمه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ونبدأ بإذن الله تعالى في